محمد السليم. هذه وحدة نحيفة وحدة سمينة. المهم ركبوا جنب بعض في تاكسي. النحيفة تحرشت بالسمينة قالت لها المفروض يأخذون صراحة أجرة التاكسي على الوزن. ردت عاد السمينة ما سكتت، لو يأخذون على الوزن ما حد وقف لك يا اليابسة يا المعسقلة. يقولون صاحب التاكسي وقف على طول، عطى الدبة 10 شاورما.